فتاة سعودية تكسر العادات وتقتحم مسرحا وترقص مع الرجال في الباحة، هذا ما حدث معها. تجردت فتاة سعودية من العادات والتقاليد والعرف في المملكة واقتحمت مسرحا في الباحة يؤدي عروضا شعبية بهدف الرقص مع الرجال. وتداول مغردون على موقع تويتر اليوم الأحد مقطع فيديو لفتاة ترتدي عباءة مفتوحة وأسفلها بنطال جينز، حيث اقتحمت مسرحا في الباحة يؤدي عروضا شعبية ضمن الاحتفالات بالمنطقة. وأظهر الفيديو أن الرجال من أفراد الفرقة الشعبية كانوا يؤدون عروضا راقصة معروفة في البلاد، وحاولت الفتاة أن ترقص معهم إلا أن الأمر لم يعجبهم وقاموا بطردها من المسرح. وأبانت اللقطات لحظة نزول الفتاة من المسرح في الباحة بعد طردها، فيما وثقت الكاميرات المتواجدة بالمكان، وقد أثارت الواقعة الجدل في السعودية. وطلب مغردون شاركوا الفيديو على حساباتهم من النيابة العامة في السعودية بإصدار أمر بالقبض عليها.